بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد. وقال وزير الداخلية إن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتذى به في تاريخ العصور. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، مؤكدا أن ذكرى النصر يعد منارة على صلابة جنود مصر وحراس أمنها على مر السنين وعلى تضحياتهم بكل غال ونفيس في سبيل رفعة الوطن.